بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بكنز الراغبين: وأكمل التشهد معروف، ورد فيه أحاديث اختار الشافعي رضي الله تعالى عنه، منها حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد، فكان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، رواه مسلم. هذا هو أكمل التشهد، بمعنى أنه إذا أتى به فله ثواب أكثر مما لو اقتصر على ما دونه مما يجزي، فهذا هو الأكمل، بمعنى أنه أفضل وأحسن وأكثر ثوابا من الذي يجزي. قال: وأكمل التشهد معروف، ولذلك سكت عن الأكمل، يبقى مشهور، هذه علة للسكوت. ولا تستحب التسمية أول التشهد، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات. قال بعضهم: وقد ورد فيه حديث، إلا أنه ضعيف. ورد فيه، أي في الأكمل، أحاديث. أحاديث ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، أحاديث. اختار الشافعي رضي الله تعالى عنه، اللهم آمين، منها، أي من هذه الأحاديث، حديث ابن عباس. اختار هذا الحديث على بقية الأحاديث الأخرى، وفيه زيادة لفظ المباركات، ولأنه موافق، لأن فيه زيادة، والزيادة فيها إيه؟ فيها ثواب زائد، وهذا الذي جعل الشافعي يختاره على من دونه من الأحاديث الأخرى، هذه الزيادة التي يستفاد بها زيادة الثواب. وهذه المنقولات عن سيدنا ابن عباس موافقة للقرآن، فموافقة القرآن كأنها شاهد على مزيد ثبوته، وموافقة القرآن كأنها معضدة لهذا الاختيار. فهذه الزيادة مع الموافقة للقرآن تجعله متقدما على غيره من ما ورد عن الحبيب. قال تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة. التحيات، الصلوات، المباركات، التحيات الطيبة، يبقى فيها ذكر إيه؟ المباركة، والمباركة دي وقع في القرآن. الإمام الدميري صاحب النجم قال: لا، أنت لما تيجي هتفاضل، شو بقى عقلية الدميري، هو حديث ابن عباس اختاره الشافعي، اختاره على أي حديث؟ قال: على حديث ابن مسعود. الجميل، هو ابن مسعود متقدم الإسلام ولا متأخر الإسلام على ابن عباس؟ لا، ده ابن مسعود متقدم الإسلام،
وابن عباس متأخر الإسلام. فلما يأتيني حديث عن متأخر ويأتيني آخر عن متقدم سأخذ بحديث المتأخر عن المتقدم. ليه بقى؟ لأن المتأخر ده آخر، كأنه أخذ آخر ما استقر عليه حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المتأخر ده يعني إيه؟ لديه رؤية لكل ما ورد، ويعرف من الذي قيل أولاً وما الذي قيل ثانياً. فحديث أو تشهد ابن مسعود كان متقدماً، وتشهد ابن عباس كان متأخراً، والمتأخر هو تشهد ابن عباس يقضي على تشهد ابن مسعود المتقدم. ده علة اختيار سيدنا الشافعي لهذا الخبر على غيره من سائر الأخبار والأحاديث. طيب انتهينا. قال سيدنا ابن عباس يعني كان يعني تدل على الاستمرار والدوام العرفي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا، مش عندكم يعلمنا؟ النسخة اللي في الشاملة غلط، اللي مكتوب علمنا يبقى ايه؟ غلط. يعلمنا كان يعلمنا التشهد. يعلمنا التشهد، خلي بالك ده مقام التعليم، مقام استيفاء، مقام ذكر ما لابد منه. كان يعلمنا التشهد، فكان يقول في تعليمه لنا التحيات. وسيأتي في كلام الإمام المحلي ذكر وتعريف للتحيات، وأيضاً نزيدها هنا كلاماً وبحثاً لطيفاً. فالتحيات جمع تحية، وتحيات بكسر الحاء المهملة تحي، وهي أي التحية ما يعني شيء من قول أو فعل يحصل به التحية. يبقى ما يحيى به من قول أو من فعل. والقصد من التحية إظهار الثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه مستحق لجميع التحيات. أنت تقول التحيات لله، يعني التحيات ثابتة ومستحقة لله تبارك وتعالى. أي تحية؟ قال كل ما يصدر من الإنسان موجها إلى الرحمن بأنه مستحق لجميع التحيات الصادرة من الخلق للملوك، يعني هو أحق بأن يحيى. أنتم تحيون ملوككم، الله سبحانه وتعالى لأنه ملك الملوك فهو أحق بالتحية من ملوك الأرض. وكانت كل طائفة لها تحية، كل طائفة لها تحية مخصوصة تزدى إلى الملوك. فملوك العرب كانت رعيتهم تحييهم بأنعم صباحا قبل الإسلام، يقابلوا الملك كده أنعم صباحا، هي دي تحية الإيه؟ تحية الملوك. طب وبعد الإسلام
السلام، رسالة الإسلام، إسلام وسلام. طب والأكاسرة كانت رعيتهم تحييهم بالسجود له وتقبيل الأرض، السجود هنا مراد بالركوع، وأن يقبل الأرض. وملك الفرس كانت رعيته تحييه بطرح اليد على الأرض قدامه، يطرح يده كده على الأرض ويلمسها، ها، وبعد ذلك يقبلها. لكن هل ثبت أنه كان القبلة مسموعة الصوت أو لا؟ الله أعلمها مولانا، عشان عارف أنت هتسأل فيه. وملك الحبشة كانوا يحيونه بوضع اليدين على الصدر مع السكينة، يبقى ساكن كده وخاشع. وملك الروم كانوا يحيونه بكشف الرأس وتنكيسها. وملك النوبة، النوبة دي فين؟ في صعيد مصر. ملك النوبة كان لها ملك، يحيونه بجعل اليدين على الوجه. وملك حمير كانوا يحيونه بالإيماء والدعاء. تقريبا يعني تقريبا كده بالإيماء والدعاء بالأصابع. يعني إيه بقى سورة الدعاء بالأصابع؟ بالإيماء تقريبا، يعني إيماء مثلا به الرأس. طب وإيه بالدعاء بالأصابع كده يعني؟ ولا صورتها إيه؟ بالإيماء، والإيماء ده يبقى بالرأس أو ماء برأسه. طب والدعاء بالأصابع ده هيعمل له إيه؟ إيه؟ وملك حمير، ملك حمير، لا تلاقي بقى دي يعني كده ناحية اليمن والحتة دي. طب شوفوها كده، عندك حاجة عايز تقولها؟ إزاي؟ لا الدعاء لا ده الصينيين، أنا بقول لحضرتك يا حمير، حمير يا شيخ أسد، أنتوا بقى بتحيوا الملكة إزاي؟ لا بيقول لك الدعاء بالأصابع. آه دي كده على طول بعض المواصلات تقول له كده يعني على طول. ايه بودي؟ طبعا نزلنا عن بودا، واحنا مالنا بودا يا مولانا؟ احنا بنتكلم على ملك حمير. لسه المشايخ بيقوى يا اخوانا، بنقول لك شو صورتها ايه؟ ايه عشان هو اقرب الى بوزه يعني. بتقول يا ابن انا انتوا بتكلموا كده بطريقه، اللي يقول حاجه اولادي يسمحني عشان ابقى فاهم. ما بتسمعوش انت؟ الانترنت مش موجود؟ هل يستوي الشيخ وغير الشيخ؟ خير. الملك الحمياري الذي مرة، يا عم أنا عايز الملك الحمياري. Thank you.
جبل نفس العبارة، وتحية ملك حمير بالإيماء بالأصابع مع الدعاء. لا، بالإيماء والدعاء بالأصابع غلط، بالإيماء بالأصابع كانوا بيعملوا كده مثلا، يعني بالإيماء بالأصابع، لكن بالإيماء والدعاء بالأصابع. طب شوفوا لي كده في البجولي دي، يعني أنا واخدها من البجولي، لكن اللي في الجمل اللي أعتقد إنه هو أصل البجولي والإيماء بالأصابع أهي. حلو النت ده مع البحث. لا 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 سهل. وملك حمر بالأصابع، بالإيماء بالأصابع مع الدعاء، يبقى هنا مقلوبة بالإيماء بالأصابع. الدعاء بقى بيدعوه، يعني بيدعوه ازاي؟ يعني بيدعوه له يعني حياك الله يا إمام الزمان مثلا، ولا صورتها ازاي؟ يا عم مش هتلاقي في قلوبي حاجة، تتعبش نفسك. العبارة دي أصلها الجمل، شوف هل كده يا تقي معاك كده فيه؟ لا 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 خلاص، شوف هلنا كده في الترمسي، مفيش في الترمسي. يبقى هو ملك حمير كانوا يحيونه بالإيماء بالأصابع مع الدعاء، هي دي العبارة الصح، مع إيه؟ مع الدعاء. لكن إيه بقى صورة الدعاء؟ هل كانوا يدعون له مثلا، ولا ايه الصورة؟ انا مش قادر اتصورها يعني. حد عنده تفسير؟ ويقول لك حد عنده تفسير لهذا؟ متصور يعني؟ هي العبارة عندك ايه بقى؟ الدعاء بالأصابع. الدعاء بالأصابع. ما دي العبارة اللي أنا نقلتها أولا، فوجدت بعد ذلك في حاشية الجمل ما يخالف هذا. طب استنى، البجرمي أهو، البجرمي هو اللي هيأكد لنا عبارة الجمل. دي عنوانها ايه؟ يعني هو في صورة هنا تبقى كده برضه مع الدعاء كده. صح. هي يا عم في ايه؟ هي دي عندكم عارف انها ممكن تبقى لها إشارة
بالشتيمة بيرتكبها صيع بتوع يعني العيال بتوع لندن كده. مالها دي؟ أو مع الإيماء بالأصابع مع الدعاء كده كانوا بيدعوا. أقبل العبارة بتاعت الجبل صح، عبارة البجوري فيها قلب، عبارة البجوري فيها قلب. عايزين نشوفها برضك فيه، عايزين نشوفها طبع الدار المنهاج. شوفها لنا كده في طبع الدار المنهاج، لأن هنا هو في البيجرم هو على المنهج يقول لك اهو: وتحيات ملك حمير بالإيماء بالأصابع مع الدعاء. بالإيماء بالأصابع مع الدعاء كده، أنا متصورها كده. ها شوف لنا كده المنهج. أيوه شيخ بقول هنا مقلوبة، لسه هنشرح له. وإحنا عمالين نقول الإيماء ومش الإيماء والجواري والمسألة مش عايزة تتظبط. طيب على كل حال، يعني هو أخونا تقي بعد ما قلنا الإيماء بإصبع واحد قال لك لا، ده قال الإيماء بالأصابع. طب ما الإصبع ده لا يوم به إلا إذا كان معه شكل من هذه الأصابع كده، ده كده إيماء، شكل إيماء. طيب ماشي، على كل حال مش مشكلتنا، مشكلتنا إن إحنا إيه بنقول؟ كل التحيات التي ثبتت لي ملوك الأرض الله سبحانه وتعالى أحق به. في مشكلة؟ مفيش مشكلة طبعا. قال: وملك اليمامة بوضع اليد على كتفه. ها يحط ايده كده على كتفه، بوضع يده على كتفه، على كتفه هو بس بالمشقلب بقى، ولا كده ايه؟ ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. ملك اليمامة فإن بالغه رفعها ووضعها كده، اما كده لا، كده صعبه، لا كده أحسن، كده أحسن. وفي يا عم النهاردة يا عم خيري، ده انت حتى جايب حاجة. لا لا، في أكيد في حاجة بتدبر ضدي، ما ينفعش كده. الله. طيب، وجمعت إشارة، وجمعت إشارة إلى أن لأن الله تعالى مستحق لجميعها، جميع يقول لك التحيات، يعني كل التحيات التي ثبتت لملوك الأرض الله أحق بها منهم. حي بقى التحيات، تقول له لا دي تحية لله ودي تحية لله ودي تحية لله وهكذا. ماشي. ويزاد في الأكمل كما علم مما مر المباركات الصلوات الطيبات. يبقى المباركات الصلوات الطيبات من الأكمل. المباركات كما سيأتي في كلام الشيخ يعني الناميات، أي الأشياء التي تنمو وتزيد. الصلوات يعني الصلوات الخمس، وقيل مطلق الصلاة. الطيبات قيل الأعمال الصالحة، وقيل الطيب ضد الخبيث. وهذه الكلمات الثلاث
قدر فيها حرف العطف المباركات والصلوات والطيبات لله، أي مستحقة لله تبارك وتعالى وليست مستحقة لأحد سواه. السلام عليك، والإتيان بالألف واللام من الأكمل. يبقى السلام، لكن ينفع سلام عليك، سلام عليك، السلام عليك بالألف واللام من الأكمل، سلام عليك من الأقل. طب لو قال سلام عليك وحذف الألف والتنوين، قال أئمتنا ضر ولا يجزئه ذلك، لأنك يا إما تأتي بالتنكير لو التنوين، يا إما إن حضرتك تعرف. ومعنى السلام السلامة من النقائص والآفات. يبقى السلام عليك يعني عليك الكمال والتمام والسلامة من النقائص والآفات. يا ميسر، أيها النبي بالتجديد أو بالهمز، يبقى النبي بتجديد الياء أو بالهمز النبي، يبقى النبي لأنه عمل إيه؟ حول الهمزة إلى ياء وأضغمها في الياء فأصبحت النبي، أو على الأصل النبي بالهمزة وقرئ بهما في السبع. قال بهم في عارف كده ولا ماشي؟ قرات قرات شويه قري ابي هنا في سوره البقره. قالوا ان قري بالنبي ايه قالوا النبي، لان هي اصلها كده والنبي، فلو تركهما يعني لم ياتي بالتشديد ولم ياتي به الهمز ضرّا، يعني لا تجزئه قراءة هذه الكلمة. لو قال النبي مش النبي بالتجديد، يا أيها النبي ورحمة الله، أيها النبي ورحمة الله، النبي كده ضر يا مولانا، لا أنت لم تقرأ لا بالتجديد ولا بالهمز. شفت الكلام بقى؟ مش هما معنى مختلف نبي ونبي؟ ده معنى وده معنى، ولكن في النهاية يعني كأنهما في النهاية واحد، لأن النبي ده من النبوة، والنبوة معناها الارتفاع، والنبي من النبأ، والنبأ هو الإخبار، وفي الآخر النبي مرتفع القامة وأيضا مخبر، وهكذا وجهوا بها القراءات يا مولانا. ماشي، القراءات دي بتاعتي، لا انا ما درستش في الازهر الشريف غير علم القراءات. قال وعلى عباد الله السلام علينا، قال ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، فين الخبر؟ عليك، ورحمة الله وبركاته عليك، حذفها من هنا لأن ما سبق دليل عليها، ورحمة الله وبركاته عليك. ومعنى بركاته يعني خيراته، ورحمة الله وخيراته، لأن البركة هي الخير الإلهي الذي يكون في الشيء. السلام علينا التعريف من الأكمل،
فيصح سلام علينا. والضمير في علينا للحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وإنس وجن، أو هو لجميع الأمة. علينا يعني على الكل. السلام علينا وعلى يعني والسلام على يعني كائن على ثابت على عباد الله الصالحين. والعباد الصالحون هم القائمون بحقوق الله تعالى، وهم القائمون بحقوق العباد. فالصالح هو القائم بحق الله وحق عباد الله. قال الإمام البيضاوي: هو الذي صرف عمره في طاعة الله وماله في مرضاته. والإمام البيضاوي في ذلك ناظر للعبد الصالح الكامل، العبد الصالح الكامل من صرف عمره كله في طاعة الله وصرف ماله كله في مرضات المولى سبحانه وتعالى. فلا ينافي أن من صرف جزءا من عمره في المعصية ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وأحسن وسلك الطريق وقام بخدمة ملك الملوك يسمى صالح. بس ده صالح إيه؟ خلاف الأول. ده الأول فنى عمره كله، والثاني فنى جزء من عمره. لا شك أن الذي فنى عمره كاملا أولى من الذي فنى جزءا من عمره. جبت المسألة؟ لا أجد. يقول كلام بين الفرائض والفرائض، لا ده هو اللي ذكره عندك هنا، ما بين الفرض المتروك بعذر وما بين الفرض المتروك بغير عذر. أما ما بين النوافل أعتقد أنه قول واحد. إذا هي على سبيل الفرض؟ آه طبعا، ده لا سيما إذا تركها بغير عذر. أيوة، ما هو دلوقتي هي واجبة على التراخي، ما أنا هشرحها لك أنا تاني، أكمل هنا ومستحضر فيها كلام وأفتيت به كثيرا. يعني طيب، أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر إقرارا قلبيا، وأذعن أي أسلم وأنقاد بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله. السؤال هنا: هل لفظة أشهد متعينة بحيث إنه لو أسقطها ضر؟ قال أصحابنا: نعم، فلا يقوم مقامها غيرها. فإذا قلت أقر وأعترف وأذعن وأصدق وأوقن وأعلم، كل المترادفات التي تؤدي المعنى أن لا إله إلا الله لا يجزئ، لأن كلمة أشهد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها بخصوصها. أشهد وأشهد، يبقى هنا أشهد وأشهد، لكن ده داخل في ضمن الأكمل، لأنك لو أسقطت أشهد الثانية لا يضر ذلك، كما سيأتي الكلام على ذلك في محله. والكلام ده يعني إحنا الحمد لله أهو قاربنا على الانتهاء من أركان الصلاة، والحمد لله إحنا ماشيين بطريق أفضل وأحسن من الأول، لأننا قد أخذنا على الكتاب تمرسنا فيه بقى كده الحمد لله. وأشهد أي أقر وأذعن وأنقاد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. والواو اللي هي وأشهد
وأن محمدا لابد منها لأنها ثابتة في الروايات، وذكر أشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأكمل، فلو أسقطها المصلي أجزأه ذلك. وهذا قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. طب لو قلت وأشهد أن محمدا رسوله يجزئ، طب والإتيان بالاسم الظاهر أشهد أن محمدا رسول الله، قال ده يبقى من الأكمل. طب لو أتيت بالضمير فقط، قال لو أتيت بالضمير فقط رسوله ده من الأقل، طب بالاسم الظاهر من الأكمل. هنا بقى في مسألة لطيفة جدا تكلم عليها أصحابنا الشافعية، ولكنها بالنسبة لي مهمة لأنها متعلقة بالجناب النبوي وبالمقام المحمدي الذي ينبغي أن يعظم تعظيما كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قال علماؤنا الأولى ذكر السيادة، أن تقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، لأن هذا من سلوك باب الأدب، خلافا لمن قال من أصحابنا الأولى ترك السيادة اقتصارا على الواجب أرسل وما وردش، والمعتمد الأول اللي هو أن تبدأ بالأدب خير من أن تبدأ بالاتباع. بل أقول لك إن ذكر السيادة من الأدب ومن الاتباع أيضا، وأنا أرى هذا لأن السيادة جاء بها الشرع، أنا سيد ولد آدم ولا فقر، فأنت عندما تسود الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إنما تقر وتعترف بالواقع، وإنما تقدر وتمجد من أمرك الله سبحانه وتعالى بألا تقدم بين يديه. والمعتمد الأول وحديثه كما يعني هو منتشر لا تسيدوني، هي أصلها تسودوني لكن روية تسيدوني وده خطأ لغوي، ولذلك قال علماؤنا هذا الحديث باطل، لا ولا 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 له ولا وجود له بالطاقة في المصادر لا بلفظه ولا بمعناه، ده في خطأ لغوي، لأن اللي روى إيه لا تسيدوني، إيه أصلا لا تسودوني. طيب هنا في كلام لطيف في التحفة، مين اللي مع التحفة؟ هات يا مولانا أتحفنا بالتحفة. أتحفنا بالتحفة حتى تكون عندنا تحفة. فين يا ابني؟ أنا لسه قاريها النهاردة. النهاردة. إيه؟ لا وهنا عارف موجود في المغنى موجود هنا موجود في النهاية، أنا قاري النهاردة دي وكان موجود في التحفة فيه كلام جميل وعليه كمان الحاشية كمان أجمل، واخد بال حضرتك؟ ومن أجل ذلك هنقرأها من أكثر من مصدر، لأن اللي مخالف فيها الإمام الإسناوي قال لك لا وأنا زعلان. الخطيب نقل كلام الإسناوي بس اعتمد الأول، هنقرأ كله يا دكتور. هنا بس في نقطة لطيفة جدا، النبي فيه لغتان الهمز والتشديد فيجوز كل منهما، النبي والنبيء لا تركهما معا، تقول النبي لأن فيه إسقاط حرف أو
زي الفاتحة، هي مثل الفاتحة، إذا أسقطت حرفا ضرة، بخلاف حالة تنوين سلام. لو قلت سلام عليكم فيها خلاف، بس ده رأي ابن حجر، غيره قال يضر. يا ابني فين؟ طب اكتب لنا كده على ال يا تقي، اكتب لنا يا ابني كده على لا يا بابا، هنا ده انا قاريها النهارده هنا، اليوم قراتها من هنا وعليها حاشيه لطيفه جدا. شوفها كده عندك يا تقي، حتى الواد اللي كان بيجيب معاه البتاع مجاش السمر. قولي واشهد الى اخره، لما قالوا قولوا ان محمدا الاولى بكرسيان. يا راجل لا يا ابني، ده فيها بحث طويل في التحفه. طب هات النهايه كده، اكتب كده عندك ابن ظهير، هو نقل كلام عن ابن ظهير. ابن ظهير هي في التحفه، او لا هي في التحفه بابن ظهير، وايضا ابن ظهير في النهايه. وهو الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قال ابن الظهيرة، وصرح به جمع وبه أفتى الشارح، لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة أخبار الواقع. الله، إيه ده؟ ده حتة ده بالنص يا مولانا. الله، أنتوا فاهمين حاجة؟ ما تتفاعلوش معايا بقى، مش فاهمين حاجة. مفيش حد كده يقول الله، مش فاهمين حاجة يبقى ما بتتفاعلوش معايا. ولا انتوا فاهمين حاجة. هو أفضل من فهمنا يا رب. يعني عايز يقول لي طب ما تفهمنا يعني. بس يعني إيه كده بالإيه؟ بالأدب يعني. ما تفهمنا يعني، أنت عمال تقول الله بقى، تفهمنا وتخبط. انت هتفضل كل شويه تعمل لنا فيها بقى، يعني مفيش حد بيفهم في الدنيا غيرك يعني. ده انا بهزر معاك يا عم، انت مالك كده بتعمل معايا كده ليه يا شوال؟ ده انا بهزر. طيب فين بقى عندك يا اخ اسد الاسود وفهد الفهود؟ هات وريني عشان اوصي برضك. الشيخ الايه الخطيب نقل الكلام كده وما اتجذبش بحاجه، وقال الاسناوي فين؟ وريني كده الخطيب الاول. وده دكتور خير الخطيب اشترى ولا اشتهر ولا انتشر ولا قال في المهمات. واشتهر زيارة سيدنا قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كونها أفضل نظري. ده كلام الإسلام ونزعله نظري، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولى وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر. عز الدين يعني ابن عبد السلام صاحب القواعد، ومختصر
مختصر الجوين النهاية في الغاية بناء على الأفضل سلوك طريق الأدب ولا طريق الاتباع. من قال نسلك طريق الأدب قدم السيادة، لأنه ليس من الأدب أن تذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مجرد الاسم. أنت أما بتذكر شيخك بتقول سيدي الشيخ، وشيخك ده يعني ولا حاجة أمام سيدنا رسول الله الكامل المكمل. فمن الأدب أن تذكر نبينا بالسيادة، ولا الأولى أنك أنت تتابع، لأنه لم يرد أنه قال اللهم صل على سيدنا محمد. كمل. وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه في حفظ، عارفة دي الكلمة دي؟ سلوك الأدب أم امتثال الأمر؟ في حفظي قمة التوثيق، لأنه ما نقلهاش من كده، هو مش عارف يا فين، بس أنا حافظها، أنا حافظ عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام بيقول كده، إن هو قال المسألة دي مبنية على سلوك طريق الأدب أولى ولا سلوك طريق الاتباع أولى. ده في حفظ عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. تقول لي فين في كتبه؟ أنا كنت حافظها عني قديما، وراح مني الكتاب، راح مني يعني من ذهني. فعلى الأول يستحب دون الثاني، انتهى. وبعد كده وظاهر كلامهم اعتماد الثاني اللي هو لا الاتباع يعني. ونقل الرافعي عن الصيدلاني أن من الناس من يزيد، وهذا كلام تاني، لا كلام تاني. مش عاجبني الكلام ده. طيب هنا بقى ليه بقى الكلام الحلو هنا؟ بيقول لك ايه بقى بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا شرحته لكم، وما فيش حد قال الله، وانت ناس يعني ايه اي حاجه كده، حسستني بنفسي يا اخي. نجيب حد يقولها يا استاذ سامي، نجيب حد ايه يقولها. قال والافضل الاتيان بلفظ السياده. خلاص راح مكانها يا مولانا، ذهب الحكم لذهاب المحل، كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وأفتى به الشارح المحل يعني في فتاويه، لأن فيه يعني لأن في الإتيان بلفظ السيادة، لأن فيه الإتيان بما أمرنا به. احنا أمرنا به الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أقول لك يا ابني الإتيان بلفظ السيادة هو عين الاتباع، لأننا نتبع الشرعة. طب سيدنا النبي تركها فيما ورد إليك، تركها تواضعا، تركها لأنه قد لا يكون مناسب أن يقول لنفسه يعني إيه اللهم صل على سيدي محمد اللي هو أنا يعني، يعني ما فيهاش مناسبة يعني. قال بما أمرنا به، وفيها كمان الإتيان بالإخبار بالواقع، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير وسيد ولد آدم، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض. ففيه كمان زيادة بالإخبار بالواقع الذي هو أدب، لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب. من الأدب أن تذكر الواقع، فهو أفضل من تركه، يعني فالإتيان به السيادة أفضل من ترك السيادة. وإن تردد في أفضليته الإسنوي، ده كمان يعني إيه كأنها غاية للرد على الإسنوي، يعني لا نظر لما تردد فيه الإسنوي ولم يجزم فيها بشيء. وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل، لأنه خطأ، ده أصلها إيه تسودوني، كما قاله بعض متأخري الحفاظ. وقول الطوسي إنها مبطلة غلط، يعني ذكر السيادة مبطل، ده خطيئة وليس خطأ. معلش سيدي علي الشبرمليسي يقول يؤخذ من هذا سن الإتيان بلفظ السيادة في الأذان،
وهو ظاهر، يعني كمان ايه مش بالتشهد، لا ده في الاذان كمان، وهذه سنة مهجورة. وانا اظن الذي سارع في انتشار هذه السنة المهجورة ذاك الفكر الوهابي المنحرف، لان نقول لان المقصود تعظيمه صلى الله عليه واله وسلم بوصف السيادة. لا يقال لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان، ده ما حدش قال، ده ما وردش، شغل الوهابية. لأننا نقول كذلك هنا لم يرد، يعني لما تقول لي هناك في الأذان لم يرد، طب ما هنا ما وردش، وإنما طلب وصفه بها للتشريف، يعني طلب وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة تشريفا له، وهو يقتضي العموم في جميع ما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتمسكنا بذكر السيادة عين التمسك بالعموم، عين التمسك بالعموم. ليه هي الجملة القيمة دي؟ أننا طلب منا وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة تشريفا له. أهو سيدي علي شبرة مجلسي قال لأننا نقول إنما طلب وصفه بها أي بالسيادة للتشريف، وهو يقتضي العموم في جميع المواطن. أنت مطالب بأن تصف الحبيب بالسيادة تشريفا له في كل موطن يذكر فيه اسم الحبيب، سواء كان أذان، سواء كان إقامة، سواء كان يعني تشهد، سواء كان هنا أو هناك، ينبغي عليك أن تأتي بهذا، لأن ذلك من باب التشريف والتعظيم، وأنت مأمور بأن تعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تشرفه. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وإلى آخره من الآيات التي تأمرك بالإعظام للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والإعظام منه ذكر السيادة وأن لا يجرد منها. طيب ده كلام ذكر سيدي علي الشبرة مجلسي في حاشيته على النهاية، وهذا هو المعتمد ولا شيء سواه. خد يا مولانا. طيب عندك حاجة عايز تقولها؟ القليوب قال ايه بقى عندك؟ نقل الكلام ده واعتمده. ولا ديانة سيدنا قبل محمد هنا وفي الصلاة عليه الآدية بل هو أفضل، لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال الأمر. الله، شوف هو ده اللي احنا عايز اوصله لك، إن هي فيها الاثنين، حتى لا يضحك عليك أحد، ده فيها امتثال الأدب وفيها الاتباع كمان. ده طب أنا بقرأها ليه تاني وتالت ورابع؟ حتى أقول لك أنها إنها مبنية على الأمرين، على الاتباع وعلى سلوك الأدب. الاتباع فين؟ أننا مأمورون بعموم الشريعة بتشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تشريفه ذكر السيادة، فعندما نأتي بها نتبع العموم، والعموم من الشرع. رقم اثنين الأدب. أما كلام الشيخ الخطيب ده مهم، وده اللي أوقعنا في هذا، لأنه كان يقول إن الإتيان بالسيادة من باب الأدب وليس من باب الاتباع، وده اللي أنا عايز أثبته، إن ذكر السيادة اتفق فيها الوصفان، السيادة اتفق فيها الوصفان، الوصف الأول الاتباع، الوصف الثاني الأدب، وده اللي أصرح به العلامة القليوبي. قولها تاني كده شيخ. ولا زيادة سيدنا قبل محمد هنا وفي الصلاة عليه الآدية بل هو أفضل، لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال الأمر. وأما حديث لا تسيدون، لأن فيه مع ذكر الإيه الأدب امتثال الأمر. الخطيب يقول لك لا، ده فيها أدب ولكن ما فيهاش اتباع. إن الصلاة تقول
الله صلى الله عليه وسلم لعله قصد ذلك. أيوة ما هو سيدي الفاضل، لا لا ما قصدش هذا، ده قصد مطلق الاتباع. لا لا، وانت حضرتك لما بتتعامل مع الشريعة ما تتعاملش في إطار نص جزئي، إنما تتعامل في إطار جميع النصوص. الشيخ الخطيب أنا لست موافق معه على هذه النظرة. هات كده فين من اللي معاه نسخة كويسة من القليوبي، بلاش النسخة اللي ما بحبهاش. فين القليوبي يا ابني؟ حدش جاب القليوبي؟ هات يا ابني، هات النسخة. كويسة دي، كان في ورقة أصفر منها بس مش دي، حاجة تانية. صف عند إيه يا أخ سديك؟ فين يا ابني انتوا بتحيروني ليه كده بس؟ شتتوني وحيرتوني. عند ايه يا صديق؟ يا سلام، الله عليك يا صديق، ما رأيت مثلك في الكون. هي دي نسخة واحدة؟ ما رأيت مثلك في الوجود يا صديق. وريني يا صديق فين بالظبط دي؟ صفحة. هات يا صديق، هات هات يا صديق، ربنا يصبرني عليك وصديق. فين اهي؟ فين يا عم صديق؟ ولو اقل، تقول لي عند قوله لو اقل، او خد يا مولاي، خد يا مولاي، اي 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 يا مولاي، اي ولو اقل الى اخره. يا صديق مش كده يعني، اللي انت بتعمله صفية يا صديق ده كتير عليا، كتير معايا طبعا. صفحة كام؟ صفحة كام عندك؟ 165. هو بيقول اللي معاه 165 واللي معايا اهي 167. ايوه صحيح. وردين لا غلط لا صح. قال هنا بيقول لك ولو أقل، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ولا زيادة. لا ثواني بقى، نعم لا يضر زيادة ميم في عليك، يقول عليكم، ولا ياء نداء قبل يا أيها، ولا وحده لا شريك له بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في رواية كما قاله شيخنا، ولا زيادة يعني ولا يضر زيادة عبده مع رسوله، ولا زيادة يعني ولا يضر زيادة سيدنا قبل محمد. هنا هنا يعني في التشهد الأخير وفي الصلاة عليه الآتية اللي هو أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، أيضا الأفضل ذكر الإيه؟ بل هو أفضل، بل الأفضل أن تذكر نبينا بسيادته، لأن فيه سلوك الأدب، لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال الأمر، يبقى فيه الاثنين، فلا نسلم للخطيب ما قال، لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال الأمر، لأن فيه مع سلوك الأدب امتثال، امتثال لأنها اسم إن امتثال الأمر. وده اللي أنا عايز أقوله لك حتى لا تغتر بعبارة الخطيب الشربيني. وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل باتفاق الحفاظ. قلت بارك الله فيك. أنا أظن أن ابن حجر هتلاقي ذكرها عند ذكر الصلاة على سيدنا رسول الله في آخر في الآخر. فين وريني كده التحفة؟
فهمنا أنا عايز أقول يا أولاد فيها الاثنين يا مولانا، امتثال الأمر رقم اثنين الأدب. فكونك تفرغ من أحدهما لا ما ينفعش. كلام الخطيب ليس يعني إيه سالما. ويفرق بينهما قضية كلام الأنوار. لا يا ابني موجودة في ابن حجر نفسه، ولا اختلط علي أنا الحاشية من ابن حجر. قولي على محمد والأفضل الديانة الضفة السياسية ونقرأ كلام سيدي عيش فين؟ وقولي على محمد. لا مفيش هنا في المعادر. طب المنهج القويم، شوف لي كده في المنهج القويم يكون ذكر حاجة. كان إمام في الحديث ابن حجر. شوف كده في الترمذي زيدها بس شوية كده يعني ايه وفاء بجميل التعليم. انا معايا حد. وهل السيادة في الأذان المنتشر في العالم الإسلامي؟ لا يعني هل لأن الوهابية غيروا منار الأرض يا مولانا. وهل ورد من قبل أنه سوّدوا بسم الله الأذان من هذه التاريخ؟ ابحث. ولا ده استصحاب؟ احنا ملناش دعوة، احنا دعوة بالأدلة. كون ان الناس تركوه ولا يعملوا به هذا لا يؤثر عندنا دكتور خير. مش ممكن نقول انه استصحاب معكوس يا سيدي؟ ازاي؟ لانه مش موجود الا انا امس كمان مش موجود. طب ما هو موجود ده، مين قال لك انه ما كانش موجود؟ انا بعتقد انه كان موجود في كل العصور. بدليل لان الكتب لم كنت بتكلم على الاحكام. اما ما الذي كان موجودا دي مساله ثانيه. لا دكتور نور. نو اند نو. وفي عهد سيدنا النبي سيدنا بلال اذن ده. بس لو كان ورد، لو كان فعل ونقل الينا، لو كان نقل الينا اصله يعني قضيه انه لم ينقل الينا لا يدل على انه لم يفعل. قد يكون قد فعل لكنه لم ينقل، لان عدم النقل لا يدل على عدم السياده. قد يكون موجود ولكن لم ينقل. يبقى عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. قد يكون أو متروك للاجتهاد. الأدلة تؤيده أم لا؟ أيدته الأدلة أهلا وسهلا، أيدتوش خلاص. أما كونها موجودة نصا كده طب ما توجدش. لكن عندنا آيات وأحاديث ونسق الشريعة بيأمرك بأن تعظم وتشرف وترفع مقام سيدنا النبي، وإن السيادة تحقق لك هذا المأمور به. يبقى الشرع أهو قال به. طب هل سيدنا النبي عمله أو ما عملوش؟ دي قضية تانية. لم يرد، طب ماشي، بس مين قال لك ما هو لم يرد؟ ولم يرد لا يدل على أنه غير شرعي أصلا. منهج الكون موجود هنا. اه. قال المولى ابن حجر سيدي: ولا بأس بزيادة سهمها قبل محمد. ولا بأس. عبارة برضك يعني ايه؟ لا بأس. يعني لا يضر، يعني اعملها وتبقى حلو يعني، وابقى انا حلو وكلنا حلوين يعني.
طب كمل كده، هات بقى كمل كده ليه؟ قال ما بالمهدد في المنهج القويم ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد وخاضر لا تسيدوني في الصلاة ضعيف بل لا أصل له. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قوله ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد أي بل هي مستحبة كما اعتمده في النهاية، بل هي مستحبة كما اعتمده في النهاية. وعبارتها والأفضل الإتيان بلفظ الزيادة كما قاله ابن الظهيرة وصرح به الجمع وبه أفتشى أي المحيي جازما الإيه؟ وقال وبه أفتشى أي المحيي جازما. يا ابن محيي وريني الشارح المحل ازاي؟ محيي مين المحيي دي؟ المحيي جازما وبه أفتى الشارح المحلي. لا هي مصحفه من المحل، هي من الزهر اللام. اللام دي من الزهر. اقعد اقعد وانت مشكل. هي اللام الزهر المحي الاصل الواد ده كويس يعني، ما بيقولش الحاجه غير لما يكون مقتنع بيها ويطلع عينه انا ويقرفني. ماشي يلا محي المحلي. الشارح المحي يا محي. يا شيخ شوال ما تلم روحك يا شيخ شوال. فهو أفضل من التربية والترجلة في أفضلية الإسلام وعبارته في المهمات. واشتهرت زيارة سيدنا قبل محمد وفي قومه أفضل نظر. وفي هضي أن الشيخ كلام الخطيب وأنا زعلان من الكلام ده. مثل قال في الإعانة عتبه ويتأمل تأخر الصديق رضي الله تعالى عنه لما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله له مكانة وإقراره له على ذلك. تأخر التأخر الصديق في الإمامة يعني، لما مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تأخره إذا عند الإمام عندما كان مهتما به. لما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم لما تعب وبتأمل تأخر الصديق رضي الله عنه لما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله له مكانك وإقراره له على ذلك يعلم أن الأولى سلوك الأدب وهو متجه. صح. وإن قال بعضهم الأشبه الاتباع ولا يعرف إسناد ذلك إلى أهل من السلف. ولا يعرف إسناد ذلك إلى أهل من السلف اللي هو إيه؟ اللي هو الصلاة يعني؟ الاتباع. وإن قال بعضهم الأشبه الاتباع ولا يعرف إسناد ذلك إلى أهل من السلف. لا هو ممكن ذلك اللي هو المسألة بتاعتنا للسيادة يعني. ثم قالوا وخبر كلام خير الفكر البشري ولات. وخبر لا تسيدوني في الصلاة ضعيف أي شديد الضعف. هو الإمام الرمدي اعتمد والقل علم القيوب أن فيه سلوك امتثال وأدب معا. ثم نقل انبارة النهاية وسيد عائشة الرمدي طبعاً. ثم قال وقوله بل لا أصل له أي بل باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخر الحفاظ. وقول سيدنها أي زيادة سيدنا مبطلة للصلاة غلط. قالوا قاله في النهاية أي فلن يقال تسن مراعاته. سن مراعاة الخلاف يعني وما نصليش ما نأتيش بالزيادة يعني. ويؤخذ مما تكرر كما قاله
سيدي عائشة البرمنويسي سلوا الإتيان بلفظ السياج في الآذان وهو ظاهر، قال لأن المقصود تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة حيث ذكر. لا يقال لم يرد وصفه بالسيادة في الآذان لأننا نقول كذلك هنا، وإنما طلب وصفه بها للتشريف وهو يقتضي العموم في جميع المواضع التي جميل يذكر فيها اسمه عليه الصلاة والسلام. بس ها عندك حاجة يا خيري؟ جميل، شو خير بقى بيتسع معنا في النظر الفقهي. كان سيدنا الشيخ أحمد بن الصديق له كتاب في هذا، ده له مؤلف منفرد، تشريف الأذان، تشريف الأذان بذكر السيادة في الإقامة والأذان، في الصلاة والإقامة والأذان. ماشي، أيوة الكلام الحلو ده. طب ذكر إيه بقى من الأدلة؟ نحتاج للتنزيل والإنترنت مش كتير. يا عم أعمل له الإنترنت، هو كل ده يدخله الإنترنت يا عم. موجود هو إيه أيوة ولا لا ده أنت تفتحها كده الشيخ وأستاذنا خيري. أنا مش عارف وطلب مني ايه باسورد. خيري ده ملوش حل، خلي بالك ملوش حل، ملوش حل. طلب مني باسورد وطلب مني مش عارف ايه طيب خلاص اللي ذكرناه ده كفايه. بعد كده احنا واقفين فين بقى؟ واقله هذا الخلاف يجري فقط في لفظ السياده أو في كلمة آخر في معنى تعظيم. لا هو السيادة اللي اتكلموا عنه، هو السيادة. سيدنا سيدنا وحبيبنا ومولانا وتجلوسنا محمدا. الله الله، احنا مش هنخش في صلاة، احنا هنغني وحبيبنا نقولها كده في الصلاة، احنا كده ما بنصليش، احنا كده بنغني، ويبقى قاعد الواد عفيف بالطابة كده، ده مش صلاة كده والله، ده كده بقت مسخرة. تعظيم يا سيدي، أكثرنا من إيه؟ من ذكر الألقاب الجميلة لسيدنا النبي. الله، ده احنا في السيادة وخدناها منهم بالعافية. واخر وده ما وردش يا شيخ. ثم انا ارى ان السياده شامله كل الكلام بتاعك دوت. لا، السياده تشمل كل هذه، يعني تكفي عن كل هذه الاوصاف. لما تذكر كلمه السياده وتستحضر معانيها في قلبك، يعني ده قائدنا وتجرؤسنا وإمامنا وإحنا متبعين، وده كلمة سيادة تشمل كل حاجة، ففيها غنى عن غيره، عن غيرها، وليس غيرها تغني عنها. الله، طب قولها بصوت عالي يا شوال، واخد بالك يا عم خيري؟ طيب، لكن هي السيادة اللي أهل العلم اتكلموا عنها، ولأنها هي التي أنا سيد ولد آدم، ولأن هذه هي التي يعني تصدر في خطاب الأعاظم الأماجد، سيدي الملك، سيدي الشيخ فلان، سيدي الإمام العلاني، سيدي مش، وهذه هي التي دائما تصدر عند الكلام عن الكبار. أما غيرها فهذه أوصاف ثناء واخد بالك ومحبة وإلى آخره، تكفي عنها السيادة. إيه؟ في إيه؟ التشهد الأخير. والله أنا أرى أنها يعني لا تضر. الأذان مطلوب فيه الموالاة، وكثرة هذه الألفاظ يعني بطريقة حضرتك كده هتخرجنا عن الموالاة. حبيبنا وعظيمنا وسيدنا وتجرؤسنا،
يا لا غني غني خير، انت هتقلبها من الصلاة الى غناء. واقله اي اقل التشهد التحيات لله، خلاص عرفنا التحيات وعرفنا معناها وما ثبت لها، سلام عليك بالتنوين، وحذف تنوين سلام مبطل على المعتمد، بخلاف ما ذهب لمين؟ الإمام الفقيه العلامة ابن حجر، لو قال سلام عليكم عليك سلام عليك ده مبطل على المعتمد، وكأنه لما يترك التنوين ينقص يعني معنى مقصودا وهو التعظيم. سلام بالتنوين، وحذف تنوين سلام على المعتمد يضر ومبطل، ده بيقول لك مبطل يعني مبطل للصلاة، وكأنه حول الكلام إلى كلام أجنبي. سلام سلام عليك أو السلام عليك، سلام عليك ليس في واحد منهما. هات كلام ابن حجر كده يا شيخ صديق، بارك الله فيك يا صديق. واحنا بكره درسنا فين؟ احنا بكره درسنا عمدة السالك في اجواء القصر، في الصدقية الشاذلية، اجواء الايه؟ القصر القلب. هنتكلم عن القصر وهنتكلم عن بقية البسملة، وبعد البسملة ان شاء الله الدنيا هتمشي. شوف بس انا عادتي كده ان انا لما ببدأ درس لازم نستوفي اشياء، منها البسمله ومنها الحمدله ومنها الصلاه على النبي، شو حاجه كده لازم كده ايه ابدا بيها الكتاب. ماشي، طبعا انت بتحضر خلاص بقى كنز الراغبين، انت علام يا راجل، ده الشيخ خير اقول لي يعتبر من مشايخك بيحضر كده فهمت. لا حضرتك صاحب بس دايما بتحب تتواضع، والتواضع كاد ان يفنيك وكاد ان يغطي يعني ايه وجودك. في ناس كده ايه والله ما تنام عينك ولا ينام قلبك. قال الحافظ ابن حجر بخلاف حذف تنوين سلام فانه مجرد لحن غير مغير للمعنى، قال ده لحن، اما الامام الرملي يقول لك لا ده مبطل. هنا ما عرفش اي حاجه المعتمد مبطل، المعتمد انه مبطل، مبطل للتشهد، مبطل للصلاه. لكن عند ابن حجر في كلام، ابن حجر بيقول لك ده لحن ولحن غير مغير للمعنى فيبطل الكلمه ولا يبطل الصلاه، فعليك ان تعيده، يعني على كلام ابن حجر ينبغي عليك أن تعيد، على كلام الرملي تعيد الكلمة التي غيرتها وتقول سلام عليك أو السلام عليك. أما على كلام الإمام الرملي وهو المعتمد ده أنت بتعيد الصلاة، قال لك لأنه مبطل، مبطل للإيه؟ ده مبطل للصلاة. طب لا ما هو احنا كلامنا في العمد، أما السهو ده سهي، ده لا فعل له ولا قول له. كلام حلو. الدرس بتاع الكنز ده من أمتع الدروس في الأسبوع. مبطل للصلاة، كلام ابن حجر مبطل للكلمة اللي هو سلام عليك، لو قال سلام عليك هذه الكلمة كأنه لم يأتي بها، عليه أن يعيدها ثانية. على كلام الرملي لو قال سلام عليك وهو متعمد لها بطلت صلاته. إحنا الآن بقى بنبحث في المدرك، هل كده كأنه ناقص؟ ده ابن حجر بيقول لك غير مغير للمعنى، ده لحن. الرملي كأنه رأى فيها نقص كلمة، فهتهنى يا ابني كده في الرملي، نشوف الدنيا ماشية إزاي. مع علمه بالتحريف شين؟ يعني كلام رملي لازم قيد اللي هو ايه؟ يعني مع عمله ومع
هنشوف هنشوف الكلام رايح فين، هنشوف الكلام ونشوف الكلام رايح فين وجاي منين. هنخلص بس البحث يا دكتور وسيم، ثم نعود ثانية إلى جنابك. أخ يا أسد هتهنى من النهاية معاك. جت معك ازاي؟ هو في هاشي متقسم في قال ايه؟ الترمسي نقل من الهند قال ايه؟ لا بس هي في النهاية هتهنى برضك في النهاية يا أسد. هات يا سيدي قول. خطيب كأنه لم يرى غير مصلي قال ايه؟ قال وتعريف السلام افضل كما قال المصنف من تنكيره بكثرته في الاخبار وكلام الشافعي ولزيادته وموافقته التحديد. لا تاني كده قال ايه؟ وتعريف السلام افضل وتعريف السلام افضل كما قال المصنف النووي من تنكيره من تنكيره لكثرته في الأخبار. ده بيفضل ما بين التعريف والتنكير. وكلام الشافعي. ولزيادته. ماشي، زيادة التعريف على التنكير. وموافقته التحلل. ولموافقته التحلل، لأنه في التحلل بيقول قرب من الصلاة عليكم. السلام عليك. لكن لو قال بقى سلام عليك، هو ده محل البحث. ابن حجر يرى ان الكلمه مع التعمد لا تكذب والصلاه صحيحه فعليه اعادتها. الرملي لا، ده هو بيتكلم على السلام ولا سلام. اما لو لم ياتي لا بالتعريف ولا بالتنكير بل قال سلام مو من غير ان ينون فترك التعريف وترك التنكير معاً. هو دي المسألة. طيب إيه الحكم فيها؟ سيدي هو الكلام موجود في كلام سيدي علي شبرا منزل. قول يا سيدي. وقال قوله أفضل من تنكيره قضيته أنه لو ترك اللام والتنوين معاً ضره. وفي ابن حجر ما نصره إذا ترك أنا ضر إيه؟ شكله كده ضر يعني الكلمة ولا ضر الصلاة؟ لا هو ضر هنا معناه الكلمة. الكلمة يعني هذه الكلمة غير معتبرة بل عليه أن يعيدها.
اللي في البابوري بطلت الصلاة. عندنا احنا لسه بمزاجنا احنا العلم ده ايه ماشيين وكلمة كلمة حرف حرف ياخد حقه. اما العلم ككوب شاي تعمله في 3 دقايق ونشربه مش هيبقى لي طعم. ولذلك عارف انا لو بخلص الكتب بسرعة يا كان بقى معايا طلبة علم من هنا لغاية اخر الشارع. لكن انا تقيل في العلم يعني بقرأ كده براحتي. ها اقرأ كده كمل يا لا سيبك من الباجوري دلوقتي. دعك من الباجوري. قضيته انه لو ترك اللام والتنوين معا ضرا. وفي ابن حجر ما نصه اذا ترك تشديد النبي ضرا بخلاف حذف التنوين سلام. فانه مجرد لحن غير مغير للمعنى اللي قلناه انتهى. بس هيضر في الايه كمل كده. فإنه مجرد لحن غير مغير للمعنى بس هيضر في الكلمة فعليه إعادتها. ها ثم قال وفيه نظر في كلام ابن حجر نظر لأن ما ذكر ليس من اللحن. صح هو ده اللي أنا عايزه. ده واحدة بقى ده الكلام اللي احنا عايزين نقف عليه. ابن حجر بيقول ايه عشان نفهم بس العلماء ازاي ناقشوا بعض وازاي فهموا بعض كده. انت بتبني منظومة عقلية عايزين نفهم هما فهموا بعض ازاي. ابن حجر يدعي انه لحن غير مغير للمعنى. فهمتم؟ طيب يلا كفايه نقف عند هذه ونبدا المحاضره القادمه بالسلام وسلام وسلام 3 ربعات. لكن هو حلقه لطيفه جدا معكم ان شاء الله.